نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي يستمر لليوم الخامس على التوالي، كانت حالة إنسانية رهيبة بتهجير ما لا يقل عن 200,000 من السكان والمواطنين من بيوتهم، الذين لجأوا إلى مدارس الوكالة ودارس اليون الأونروا، وهم يجدون في هذا المكان ملجأ من القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. تقوم مؤسسة أمان فلسطين بتوفير الغذاء لهؤلاء الناس، الوجبات الساخنة بشكل يومي في المدارس اللجوء، وتوفر لهم أيضا الفراش والغطاء، وتوفر لهم المساعدات الإنسانية مثل الطرود الغذائية وخلافه. وتقوم مؤسسة أمان فلسطين برعاية هؤلاء اللاجئين الذين جاءوا إلى المدارس. إجمالي عدد المدارس تقريبا 450 مدرسة، تحمل هذه المدرسة تقريبا 700 لاجئ أو أكثر، والآن العدد بازدياد، في كل لحظة يأتي أناس أو لاجئون جدد، فالاحتياج كبير جدا. تقريبا يعني نحتاج وجبات يومية لهؤلاء اللاجئين لأنه لا يوجد لهم أي مصدر آخر. فنتمنى وندعو الشعب الماليزي والشعب الأندونيسي وشرق آسيا، كل متبرعي أمان فلسطين، أن يقوموا بالتبرع الدائم لنستطيع أن نقوم بواجبنا ونوصل هذه المساعدات للنازحين في المدارس كما ترون. وشكرا جزيلا. تريما كاسي أمان فلسطين، تريما كاسي أندونيسيا، تريما كاسي ماليزيا.